عد في الماضي السحيق ما استطعت، ستجد سوريا دوما. أقرب دليل على وجود البشر في سوريا يعود إلى حوالي 700,000 سنة. في سوريا وقبل 100,000 سنة حلت الهجرات الكبرى من الإنسان المعاصر محل الإنسان البدائي. ومنذ 15,000 سنة اختار الإنسان سوريا موطنا. حضارة مملكة إبلة هي أقدم الحضارات السامية المعروفة على الإطلاق. فهذه المدينة السورية كانت مأهولة منذ 1400 قبل الميلاد. في كتابات كل عصر وحقبة بقي اسم سورية يذكر ومدائحها ترتل. في سوريا السنوات ليست إلا لحظات، والعقود ليست سوى أوقات مبددة. لا تقيس سورية الوقت بالأيام والأشهر والسنين، بل بما شهدته من نهوض حضارات وازدهارها. فسورية هي إحدى جنات الفردوس الأبدية. السلمية مدينة سورية تقع في وسط البادية الغربية، تقابل مدينة تدمر في البادية الشرقية، وهي تمثل حاضرة تاريخية قديمة من أهم الحواضر السورية، حيث أنها تعود إلى 1400 قبل الميلاد في وجودها، إلى الفترة السومرية ثم إلى الفترة البابلية، وكذلك بأيام الدولة البابلية الثانية وأيام الأشوريين والكلدانيين. فهي مدينة عريقة جدا، وكان لها دور، وذكرت في كثير من الرقم في المدن القديمة. السلمية هذه يقولون أنه توجد هناك إشكالية في اسمها. من أين جاء هذا الاسم؟ بعضهم يقول أنها تعود إلى اسم سلاميس الإغريقي، كون أن سلاميس كانت مدينة في غرب سوريا انتصر فيها الإغريق على الفرس، فتكريما لهذا الانتصار سموا سلامية بها. نزار مصطفى كحلة من مواليد سلمية عام 1970، تخرج من المعهد المتوسط للعلوم الصحية اختصاص تخدير وإنعاش عام 1992. حصل على إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق عام 2006. يعمل في مجال البحث في تاريخ الشرق العربي القديم، عضوا في جمعية العاديات فرع سلمية. من كتبه المطبوعة: التخدير والإنعاش عبر التاريخ، ملكات عربيات عبر التاريخ، المدارس والتعليم في تاريخ الشرق العربي القديم، بلاد الشام والرافدين، غزوات شعوب البحر، المرأة في التاريخ ما بين التأليه والتوبيخ، وقصة لأطفال بعنوان رأيان العوجة. شارك في تأليف كتاب سلمية المعاصرة، وفي تأليف كتاب شخصيات من ذاكرة سلمية، وفي تأليف كتاب الآثار والتراث في سلمية. من كتبه غير المطبوعة: إبداعات حضارية في تاريخ العرب قبل الإسلام، الأختام الأسطوانية، الحمامات وأنظمة الصرف الصحي في بلاد الشام والرافدين،
بعض ملامح التعددية في الدولة الفاطمية. مجموعة قصصية بعنوان كوخ إيلي، مسرحية الطوفان، مسرحية أحيقار الحكيم، ومسرحية قناديل العبور. سحر السلامية الحقيقة من خلال موقع السلامية. عادة نحن بالسلامية نعتبر أن السلامية عروس البادية أو ما يسمى بسيف البادية أحيانا، على اعتبار السلامية تقع على أطراف البادية بشكل مباشر. يعني المسافر من السلامية باتجاه الشرق والشمال يجد مناطق بادية تتحول إلى شيئا فشيئا إلى الصحراء، وباتجاه الجنوب والغرب هناك مناطق الخير والخصب. فأخذت سلامية ميزات الصحراء وميزات الحالة اللي فيها خضرة والبيئة والمناخ الجميل. فبالسلامية على الرغم أنه الصيف بيكون حار جدا بالصيف وبالشتاء برد قارس، لأنه ليالي الحقيقة ليالي سلامية بالصيف ليالي من أجمل ما يكون. السهرات اللي بيكون على الأسطح أو أمام المنازل أو في الشوارع الرئيسية هي مشهورة فيها السلامية، اللي بتعمل حالة من الألفة والمودة عند سكان سلامية. فتمتاز سلامية الحقيقة بسحر الصيف ليلا حصرا ليلا. بالنسبة للشتوية سحر الشتاء رغم قسوة الشتاء بالشتاء هو حالة الألفة والجمعة اللي بتصير عادة في المنازل حول المدفأة، الاستماع للأغاني، وخاصة يعني عندنا بالسلامية حالة حب للأغاني العراقية، فبتعمل حالة من الألفة والمودة بين سكان سلامية، وخاصة أهل سلامية عند حالة يعني زيارات متبادلة عن حالة الكرم والحالة الضيافة والمحبة والألفة. هي أكيد يعني بسلامية يمتازوا فيها كل أهل سلامية. فبالشتاء يعني بيكون حالة الألفة بيكون أكثر ضمن المنازل، لكن بالصيف السحر يكمن كما قلت في حالة الأجواء السمر بالليل. إضافة إلى أن سلامية هي ليست موجودة على بجوار نهر، لكن في عنا سلسلة جبال بسموها جبال العلا، في يعني الأجمل جبل عين الزرقاء، هذا يضفي على المدينة مثل السوار الجميل من حالة الخضرة. فاعتبرت طبعا هاي الجبال مثل مقصد للسياحة القريبة، يعني عم نحكي عن 4-5 كيلومتر. فبالصيف بتشوف انه دائما في حالة شبه هجرة للسكان الى جبل عين الزرقاء وجبل يسموه جبل الخضر. على الرغم من أن مدينة السلامية قد تعرضت إلى نكبات كثيرة عبر التاريخ، ولكنها كانت تنهض بعد كل نكبة، وذلك لامتلاكها عوامل البقاء والنمو والنهوض من جديد. ومن أهم هذه العوامل أولا الموقع الجغرافي المفيد مثل ما ذكرنا بين البادية وبين الحواضر، بين الشمال والجنوب على طرق التجارة الدولية، وكذلك امتلاكها لأراضي زراعية خصبة واسعة. هذه الأراضي الزراعية تعطي غلات زراعية متعددة جدا، خضار وفواكه متعددة، وبالتالي فتؤمن احتياجات سكانها والسكان الذين بجوارها. هذا أولا. وثانيا كذلك وجود موارد مائية مهمة جدا فيها، سواء كان الهطل المطري المناسب للزراعة البعلية بشكل خاص القمح وغيره والحبوب يعني، أما بالنسبة للزراعات الكثيفة وغيرها فتحتاج إلى موارد مياه باطنية. وكانت السلامية من أغنى المناطق في سوريا بالمياه الجوفية. أجمل وأطيب شيء بسلامية هو الطعام السلموني. الحقيقة هناك مطبخ سلموني متميز
بطعامه الجميل ويعني الطعام الشهي. الحقيقة النساء السلمونيات يعني بما عرف عنهن من يعني التكيف مع البيئة، سواء كان بوضع مادي جيد أو وضع مادي حتى متوسط أو حتى يعني نوعا ما، يستطيعن القيام بأطيب وأشهى الأكلات. يبقى في حقيقة في الذاكرة من أهم الأكلات اللي أنا بذكرها كنا نعملها دائما في بيتنا، الكبة، سواء كانت الكبة النية أو الكبة المشوية، حالة أنه نجيب الحطب وينشوى أقراص الكبة. الحقيقة كان أكلي شهية وأكلي كانت تجمع العيلة بحالة فرح ومحبة. أكيد من الأكلات المشهورة بسلمية نحن شيء بنسميه الهريسة، لكن الهريسة بمناطق أخرى ممكن تكون هي نوع من الحلويات. نحن عندنا الهريسة هي حنطة تطبخ بشكل جيد إلى المرحلة أنه حتى الحنطة بتروح. طبعا بنحط معها يعني لحمه، فبتطلع اكله شهيه جدا. وهي الاكله يعني عاده تطبخ في مناسبات بيكون فيها حاله الجمعه، يعني الام ربه الاسره فتطبخ الهريسه، فبتدعي كل ربما اولادها، والكناين طبعا بيجوا بحاله الفه، يعني طبخه الهريسه بتضل من الطبخات المعروفه. اضافه للتبوله، التبوله حقيقه يعني اكله يعني تعمل بكل المنازل بسلميه. الحلويات السلمونيه اكيد مشهوره، يعني راح احكي عن الحلويات اللي ذات خصوصيه بنسميها العوامي نحن بسلميه، او المشبك او النموره السلمونيه اللي هي النموره بيطلق عليها بمناطق اخرى ربما الهريسه. هناك حاله تخصص يعني بهي الحلويات بسلميه، مما يعني بتضفي على المدينه نوع من الخصوصيه في بعض الاحيان. طبعا الجميل بسلميه احيانا بعض المشروبات، يعني اللي العرقسوس اذا يعني كان بالصيف وخاصه باشهر رمضان، في نوع من المشروبات اللي تعمل من حب الرمان احيانا من العنب. الحقيقه يعني السكان السلميه يعني حقيقه شعب مبدع خلاق، قادر انه يختلق اي من 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 اي ظروف حاله جميله تضفي على هذه المدينه روح من الجمال. هذه المدينة عرفت انقطاعات تاريخية بسبب دورها الثقافي والفكري تاريخيا، ولكن بقيت يعني في العصر الروماني بقيت قوية وكانت على طرق التجارة الدولية، وكانت تابعة لحمص في تلك الفترة، حتى وقبل ايام الاشوريين ايام الاراميين تبعوها الى حما، لان هي لا تبعد كثيرا عن حما، حوالي 30 كيلومتر فقط. وفي الفتره الاموريه من حوالي 2400 سنه قبل الميلاد كانت تابعه لمملكه قطنه القريبه من حمص، معروفه عند المشرفه المملكه العربيه القويه. طبعا الحياة في السلمية تمتاز بالألفة والمودة، وكما أسلفت سابقا في عنا حالة من القبول الآخر بالسلمية. القادم إلى السلمية لا يشعر بنفسه بأنه في بلد غريب، هناك حالة من تقبل الآخر، هناك حالة من التعبدية، طبعا حالة من البساطة، البساطة اللي هي مبنية على حالة عقلية بسلمية. طبعا في اهتمام كتير بالحالة الثقافية لدرجة أن السلمية معروفة بمدينة الفكر. التعليم بسلمية يعني له حيز كتير كبير، الاهتمام بالحالة الثقافية، الاهتمام بالتحصيل العلمي، على اعتبار أنه جزء كبير من مناخ سلمية وخاصة المنطقة الشرقية والشمالية
يعني لا يصلح الزراعة، ففي اهتمام نوعا ما بالدخول بسلك الوظيفة، وهذا أدى إلى يعني ظهور طبقة كبيرة من المثقفين انعكست على سلوك الحضاري لسكان سلمية. الحقيقة نحن عم نحكي عن مدينة ذات طابع حضاري، حضاري بالتعامل مع الناس، حضاري باستقبال الضيف. المرأة السلمونية الحقيقة مرأة نموذجية للمرأة السورية القديمة اللي نعرفها بالتاريخ، مرأة متعلمة، مرأة مثقفة، مرأة عاملة، مرأة تساند الرجل في الحياة، مرأة يعتمد عليها في كل شيء. هي جميلة بمظهر الخارجي، جميلة بلباسها، جميلة بكلامها. الحقيقة يعني الحياة بسلمية متنوعة، في أطياف متنوعة بسلمية، منعيش حالة عيش مشترك جميلة. سلمية أو سلمية لها مكانة ثقافية كبيرة، ومن مكانتها هذه الكبيرة حقيقة عرفت انطلاقات جديدة باتجاه المغرب العربي، حيث تم تأسيس الخلافة الفاطمية وما لهذه الخلافة من دور ثقافي وفكري وإشراقي في بالنسبة للتاريخ العربي الإسلامي. كذلك دمرت في عهد العباسيين، أعيد بنائها مرة ثانية، ولكن كان آخر تدمير لها. في كل مرة كانت تنهض مدينة السلمية لوجود مقومات مساعدة على عملية النهوض والاستمرار من مياه وأراضي زراعية وموقع جغرافي والإيمان في المستقبل، لكن كان آخر مرة دمرت فيها مع منبج في عهد تيمور لانك، عندما جاء تيمور لانك فدمر المدينة تدميرا كاملا. على العموم هذه المدينة نهضت مرة ثانية في العام 1848 عندما سمحت الدولة العثمانية بعودة بعض الناس إليها، وبالتالي هو فعلا عاد إليها أناس كثر من مناطق الغربية من سوريا واستقروا فيها. أجمل القصائد اللي أنا تعجبني عن سلمية الشاعر الكبير معروف الشاعر محمد الماغوط، طبعا شاعر معروف بسوريا، اللي بيقول: سلمية الدمعة التي زرفها الرومان على أول أسير فك قيوده بأسنانه ومات حنينا إليها، سلمية الطفلة التي تعسرت بطرف أوروبا وهي تلهو بأقراطها الفاطمية وشعرها الذهبي، وظلت جاسية وباكية منذ ذلك الحين. حقيقة قصيدة من أجمل ما قيل في سلمية. طبعا يعني الشاعر المبدع محمد الماغوط، يعني أكيد نحن كلياتنا يعني نتغنى بقصائده وبتاريخه، يعني وهو ابن السلمية معروف. بسلمية مشهورة بكثير من الأغاني اللي تميز مدينة السلمية. ربما يستحضرني أنا يعني كتبت هيك بعض الأشياء تكاد تكون من أشهر الأغاني في سلمية. بتقول: سلمية يا ست البلادي، فيك يا عين تحت العين وادي، فيك طاحون تطحن ألف شنبل، فيك مربى هاليتي وجدادي، سلام يا محلى روابيك. كمل القصيدة في تعداد يعني المناطق الجغرافية بسلمية والحالة الاجتماعية والحالة حالة ألفي بسلمية. سلام يا ياسي البلادي، فيك عين تحت العين وادي، سلام يا ياسي البلادي، فيك عين تحت العين وادي، فيك طاحو يطحن ألف حبي، فيك تربى أهليتي وجدادي.
سلم يا يا مطريق هواكي قلب الصيف يخدر لفاياكي سلم يا يا مطريق هواكي قلب الصيف يخدر لفاياكي وجنودك تدافع عن حيمات وجنودك تدافع عن حيماتي ليل نهار من غدر الأعادي عبوامي سالم يا مرحبا بشبابي يا هلا مكتوبي عبوامي علمنا وعلمتي بكتابي علمنا وعلمتي بكتابك يا أرض الخير يا أرض الشهادة سلم يا محلى روابيكي مش ميميس عم تحكي ماضيكي شعوب كتير يا ما مرت فيكي شعوب كتير يا ما مرت فيكي وتاريخك عامر للأمجاد سلم يا ستي لبلادي فيكي عين تحت العين وادي مطحن آلف حادي فيك تربى أهليتي وجدامي. هذه المدينة فيها آثار كثيرة، الآثار في وسطها قلعة قديمة تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد، ولكنها دثرت هذه القلعة ودمرت، وكان يحيط بها كذلك سور كبير بني في عهد نور الدين الزنكي على سور قديم أيضا الإغريقي وجدده الرومان وهكذا، فكانت المدينة باستمرار فيها هذا التجدد. بجوارها هناك أيضا مراكز مهمة جدا مثل قلعة شميميس، هذه القلعة التي بنيت في القرن الثاني قبل الميلاد وأعيد بناءها مرات ومرات، آخر مرة أعيد بناءها يقال أيام فخر الدين المعني الثاني، ويقال أنها كانت أن الأيوبيين أعادوا بناءها ولكن أهملت ثم جاء فخر الدين فبناها، وكان لها أهمية تجارية وأهمية مراقبة لخطوط التجارة وحركة العسكر وغير ذلك، يعني لها يعني دور وظيفي أمني في المنطقة. هناك أيضا في شمال السلمية يوجد أيضا مقام لمار جورجيوس المشهور، وكذلك يعني أهمية هذه المدينة مثل ما قلنا كان لها قيمة ثقافية وقيمة دينية، كان مثلا في العهد البيزنطي كانت مقرا للنشاط الكنسي. ذكر من السلمية أيام الطفولة المدرسي، أيام أنا هلا أنا بالعمر ما بعتبر حالي ما بين الجيل الكبير بالعمر أو ماني مع الشباب، يعني
أتيحت لي الفرصة أني أتذكر سلمية في تراثها يعني القديم شوي، فبتذكر من سلمية لباس المدرسي القديم، هذا كان لونه نحن بنسميه خاكي أو أقرب للبيج، بتذكر الفولار، بتذكر المراجيح الخشبية اللي كانت تصنع بأقل تكلفة. طبعا بتلك الفترة الوضع المادي عند الناس ما بيتحمل أنه يروحوا على مراجيح حديثة، فبذكر المراجيح الخشبية اللي هي بتكون عادة بأيام العيد، يعني فرنجات قليلة كانت تركب مرجوحة. بذكر بالسلمية دار السينما، في عنا القلعة القديمة وفي عنا قلعة شميميس التي تقع على كتف السلمية من جهة الغرب. الحقيقة هذه القلعة ربما تعتبر من أجمل القلاع لشكلها المتميز، على هي على قمة جبل يشبه فوهة البركان، هي من أجمل القلاع ربما في منطقة الشرق الأوسط. هناك مئات من الشعراء من السلمية، ومن طبعا شعراء على مستوى سوريا على مستوى الوطن العربي، نحكي عن شاعر فايز خضور، نحكي عن محمد الماغوط، نحكي عن سليمان عواد، اسماعيل عواد، شعراء طبعا كلهم يعني كان لهم بصمة كبيرة في تاريخ الحركة الشعرية والأدبية في سوريا. هي جميلة، جميلة حتى للغرباء، جميلة بشكل لا يوصف للعيون، فالله قد وهب سوريا كل أشكال السحر. كل سوري يشعر بنشوة عاصفة عندما تبرز صورة سوريا، عندما يذكر له اسم سوريا. لم ينضب خيرها ولم تجف خصوبتها طيلة عمر البشرية، ومن هنا نفهم لما هي باقية لا تموت. باقية طالما أن ماءها سيظل لها في غمرة تلك الصحراء الضمأة. باقية طالما أنها تعيش لتبارك مرأى عابر السبيل التعب وتروي عطشه. سورية، بالرغم من أنك بقدم التاريخ نفسه، أنت فن جديد كما نفحات الربيع، متفتحة كما براعم ورودك، عبقة كما زهور البرتقال، كما الياسمين، خيرة كما القمح، مباركة كما الزيتون. سورية، لست أسطورة خيال بل حقيقة سماوية تزدهي بجمالها الأرض وتنتشي بمرآها العيون وتقصر في وصفها القصار. أنا لست في دنيا الخيال ولا الكرى، وكأنني فيها لروعة ما أرى. ما جلق الفيحاء غير قصيدة الله غناها فجن لها الورى. خلع الزمان شبابه في أرضها فهو خضرار في السفوح وفي الذرى. هي راحة للمتعبين وجنة للعاشقين وملعب لذوي الثرى. كيف التفت رأيت آية شاعر لبق تعمد أن يجيد ليبهرى. أدركت تقصيري وضعفي عندما أبصرت ما صنع الإله وصورا.